عندما الطعن في الأنبياء، أنا دار أمشي سريع، الوثيقة رقم 6 كتاب رسالة الصلاة، عرفته؟ صفحة رقم 69. دل عندهم رأي في الأنبياء، وأنا جاي لك بالتدريج لحد ما أنا أوريك رأيهم عديل في الرسول صلى الله عليه وسلم، رأي سافل وسفيه. طيب صفحة 69 رسالة الصلاة، ودي اسمها رسالة الكفر ما الصلاة. طيب قال: وثالثه أن المجتمع المسلم حقا لم يدخل في الوجود بعد، وده تكفير طبعا زي الأهبل الطويلة اللي اسمه الدالي ذاك. قال: وسيجيء في مستقبل الأيام القريبة إن شاء الله حين تقوم المدنية الجديدة، اللي هو ال- 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 الكلام والطعن في الإسلام اللي ال- ال- بنشره فوقه الآن. قال: التي تحدثنا عنها هنا وفيها يبلغ سائر الأفراد الإسلام، وهي مرتبة لم تتحقق في المجتمعات الماضية إلا للأنبياء، وحتى هؤلاء قصر عنها بعضهم. حتى الأنبياء ما قدروا على الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله الآية بتقول بترد على القراي بس والجماعة معه، لو آمنوا إن الأنبياء دي المسلمين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أها تاني شنو الآية قالت؟ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تنزيه للأنبياء إنهم بلغوا الرسالات ونزهوا ربنا وعظموا الله سبحانه وتعالى. طيب